مقابل شنو؟ مقابل مبلغ من المال. ايش قد المبلغ؟ 17. 17 مليون لمن؟ المريض. وليش انت دلالة؟ 3 لل 3 ملايين؟ اي زين. بعد ان تكملون الفحص تكملون وتاخذون النتائج الفحص تستلمين المبلغ مباشرة لو شنو؟ ورا ما كمل الفحص يسلمني 3 ملايين ولا 17 من يدخل العملية المتبرع قبل لا يدخل العملية؟ شلون بدأ الاتفاق بينك وبين؟ عن طريق الفيس عندي تواصل ويا ال اي على الفيس. قبل ايش قد بديتي تتواصلين؟ تقريبا صار اسبوعين هيك شيء. تواصلتي وياه؟ تواصل وياه. شنو كان اتفاقك وياه؟ اتفاقي وياه بان هو عنده مرضى واني ادخل على الجروب اوصل له. تتواصلين وياهم؟ اتواصل وياهم ذول المتبرعين. انت تاخذيهم للفحص وما فحص لغايه العمليه وتسحبين يدك؟ لا سيدي بس اوصل له بس المعلومات. معلومات؟ ايه. والفحص؟ هو وانت مو جيت وياهم لهنا وسويتي فحوصات؟ اي سيدي. بعد ان تطلع نتيجه الفحص ترسليها ال هذا يبقى بيناتهم يعني بين المريض والمتبرع. وين يسكن؟ اربيل. شنو جنسيته؟ هو من طريقه كلامه سوري. نعم؟ سوري.